الإيقاع على الجيتار 10 مرة. انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم. يا دي الإيقاع، الإيقاع محير ناس كتير قوي، بيتكلموا كتير عن الإيقاع على الجيتار. الناس فاكرة الناس بتقعد تحفظ كده، ديت ضربة بعدها 3 ضربات بعدها مش عارف ايه. الكلام ده موجود في التانجو الفلامينكو، لان الموضوع يعني بيبقى معقد شوية. العد بتاعه بيبقى مثلا على 8 عدات او مثلا 4 حتى موازير ساعات، يعني 16. فانت اساسا العد بتاعك لازم تحفظ الترتيب بتاع الخطوات اللي انت هتعملها عشان تعمل التانجو الفلامينكو مثلا يعني. ولكن يعني في ناس ما بتعملش التانجو الفلامينكو بناء على العد دوت، وبتعمله بالحس بتاعها. الناس فضلت تعزف زمان لغايه ما خلاص ما بقى الموضوع جواها في الدم، يعني بتعزفه كده. فبالظبط لو انت طبقت القاعده ديت على كل انواع الايقاع، احنا اساسا كشرقيين عندنا ايقاعات كتيره اتربينا عليها وعرفناها وحفظناها. فانا مثلا لو اديتك مثلا حته خشب او ترابيزه دلوقتي وقلت لك طبل لي عليها، طبل يعني. فانا هوريك دلوقتي نموذج عملي على موضوع الايقاعات دوت. ده جهاز متقدم جدا طبعا، ممكن ناس كتيره ما تكونش عارفاه منكم. الجهاز ده عبقري جدا، اخترعوه من 7000 سنه من ايام الفراعنه، ولا زال حتى الان شغال. يعني شوف الوقت ده كله يعني وشغال الجهاز، مفيش اي مشاكل ومحصلش تطوير قوي يعني عليه. يعني الجهاز ده اسمه الدف، او اله ايقاعيه مشهوره جدا، مش موجودة عندنا احنا بس، ده طلع انها موجودة في العالم كله، من اوائل الالات الموسيقية اللي اخترعها الانسان بصفة عامة. الدف عبارة عن في اطار خشبي او اطار معدني ساعات. الاطار الخشبي ده عليه رقمة مشدودة، الرقمة دي بتبقى من الجلد، احيانا بتبقى من البلاستيك، مؤخرا يعني ما اخترع البلاستيك يعني. بيبقى ساعات انواع معينة من الجلد، في جلد غزال وفي جلد بقر وفي جلد سمك. ففي انواع كتيره قوي من القلوب بتستخدم في الرقمه ديت، او في الوش اللي احنا بنعزف عليه دوت. وبيعمل اصوات مختلفه ازاي؟ يعني في الوسط مثلا بيعمل صوت غليظ وعميق، وعلى الطرف جنب الاطار الخشبي دوت بتعمل صوت حاد وسريع وقاطع. ده الصوت القاطع. بيعمل صوت كمان مختلف لما تكتمه. الناس بدأت تعمل بالتنويعات بتاعته ديت. انا طبعا مش خبير في عزف الدف يعني، ولكن الناس بدأت تعمل عليه ايقاعات. فاحنا مثلا الايقاع البلدي اللي احنا عارفينه كلنا نعرف نطبله يعني في المدرسة. احنا واحنا في المدرسة بنعرف نطبله على التخت. فبالنسبة للايقاع ممكن تعمل اي ايقاع انت عاوزه، اي ايقاع انت تسمعه تقلده. ممكن تنقر بصوابعك على اي ترابيزه، يعني الموضوع مش محتاج اله موسيقيه عشان تعزف ايقاع. طب الله، طب ايه العقد ده بالجيتار؟ علاقته وثيقه جدا بالجيتار. اله الجيتار كاله فيها نوعين من الاوتار، اوتار غليظه وفي اوتار حاده. والغليظ للحد طالع كله في اتجاه واحد، يعني طالع من الغليظ نازل على الحد عشان يكمل السلالم كلها مع بعضها. فالاوتار الغليظه دي بيسموها اوتار البيز، والاوتار اللي تحت دي بيسموها اوتار السوبرانو او الاوتار العاليه. الاوتار البيز دي غالبا بتبقى الطبقه الغليظه بتاعت الدف اللي احنا عزفنا بيها الايقاع. والاوتار الحاده ديت بتبقى الصوت القاطع الحاد اللي موجود في الدف. فانت لو انت مثلا كتمت اوتار الجيتار بايد وحاولت تطبل عليه مثلا، يا اخي باي حته في ايدك، بالصباع دوت على الاوتار الغليظه، والصباع الابهام على السبابه على الاوتار الحاده، مش محتاج اعلمك اقول لك دي طالعه ودي نازله ودي ازاي يا جماعه. انت بقى ابتدي جرب انت بنفسك. طب الايقاع اللي انا عملته دوت، لو انا عملته على اوتار محطوط عليها كورد مثلا، كورد المي ماجور، وعشان اعمل الصوت القاطع بكتم الاصوات في الاخر.
مثلا. طبعا لما بيعمل الكورد الباري بيبقى اسهل، لانك انت مجرد ما بترفع صباعك بس عن الاوتار بتتكتم. ممكن تسرع وتبطئ في الايقاع زي ما انت عايز. فايقاع مثلا لازم تحس بالايقاع بتاع الاغنيه اللي انت عايز تعزفها. في ايقاعات ثلاثيه، وفي ايقاعات رباعيه، وفي ايقاعات كتيره قوي، انواع على حسب انواع المزوره او الوصف بتاع الايقاع في مزوره الموسيقى اللي كتبها المؤلف اساسا. فمثلا ايقاع الفالس، مثلا ايقاع الفالس دوت عبارة عن ايقاع ثلاثي، تم تا تا تم تا تا تم تا تا تم تا تا. يا عم ده ايقاع خواجاتي. لا ده في ناس عملت عليه حاجات شرقي. عبد الحليم حافظ مثلا في اغنيه لي ايقاع فالس، عبد الحليم حافظ عمل عليه اغنيه. ففي ناس كتيره كتبت للايقاع الفالس ده مثلا ايقاع ثلاثي. في ايقاعات رباعيه، مثلا ايقاع كتير قوي الروك والبوب والحاجات كتير قوي من الغربي. ايقاع الشرقي بتاعنا المقسوم والبلدي بتاعنا ده معمول ايقاع رباعي. ده شرقي غربي. مثلا فانت لازم تحس بالايقاع اللي عامله المؤلف الموسيقي او الراجل اللي كاتب الغنوه ديت، وتحاول تقلده بتقسيم الايقاع لحتت بتبقى غليظه وعميقه وحتت حاده ورفيعه، عشان تطلع التمييز بين الاثنين اللي ده يطلع المستمع بيسمع الايقاع. حاول وانت قاعد تنقر على الجيتار الايقاع اللي انت هتعمله قبل ما تعزفه، وابدا قلد اللي انت عملته ده. على فكرة الكلام ده مش للمبتدئين، عازفين فلامينكو مشهورين جدا انت لو اتفرجت عليهم اول ما بيبدأ بيخش في المود بتاع الايقاع مثلا. ويبدأ يعزف بعدها الايقاع بتاعه، فبيعمل ايقاع مكتوم الاول عشان يخش في المود بتاع الايقاع ويعرف يحس بيه ويخش عليه. طيب هبدأ الايقاع انا مش عارف اعمله. لا ممكن انت ممكن في الاول ما تبقاش عارف تعمله. الحل بتاع انك انت مش عارف تعمل الايقاع، تبطئه على قد ما تقدر لغايه ما تعرف تكوينه من ضربات ايه ومكانها ايه بالظبط في المزوره، تعرف فين الضربه الحاده وفين الضربه العميقه الغليظه، وتعرف تقسمهم في المزوره ازاي وتتمرن عليهم. طب تبطئه لغايه ما تقدر تعزفه كله صح مره واحده واثنين وثلاثه، هتلاقي نفسك لوحده هيبتدي يتسرع منك. طيب على اليوتيوب انا ما عايز اسمع حاجه وعايز اقلدها، في يا جماعه زرار على اليوتيوب انك انت تقدر تبطئ الفيديو بتاع اليوتيوب من غير ما تاثر على التون، يعني التون بيفضل زي ما هو والفيديو نفسه بيتبطئ والصوت بيتبطئ، فانت تقدر تعرف بالظبط العدد في زمن تقدر تعزفه، تبدا تبطئه لغايه ما تعرف تعمله، وبعدين تبدا تعمله وتسرع لغايه ما توصل لل 100% اللي هو السرعه بتاعه 1:1 اللي هي بتاعه سرعه الفيديو الطبيعي. يعني ناس كتيرة بتعمل كده في الفيديو، انا شفت اساتذة ليا بيعملوا كده في الفيديوهات بتاعت اليوتيوب لما بيطلعوا سولو مثلا، لما اقول له انا عايز السولو الجميل ده عايز اعمله مش عارف اعمله، بيبطئه هو لغاية ما يعرف يطلع النوت بتاعته، او سمع الكورد معين، او سمع تنويعة معينة من الايقاعات بالجيتار مثلا، وعايز يعرف الراجل الشاطر ده عملها ازاي، فبيبطئه لغاية ما يعرفه. ده اساتذة جيتار بتعمل الكلام ده. فاحنا عادي، احنا اوعى تتخض انك انت تلاقي نفسك بتتكعبل في ايقاع او بتتكعبل في سولو مثلا مش عارف تعمله. كل الناس بتعمل كده في اي سولو انت بتاخده في الاول مرة حسب مستواك انت في الجيتار، وبعدين بشوية بشوية بتقدر تعمله وتعمل الاصعب منه وهكذا، وهو ده التقدم. فما تحبطش لما تلاقي نفسك مش عارف تعمل حاجة. واشوفكم الحلقة الجاية.